ايه الدبله بتاعته وحطها على الحوض على ما يغسل يعني وشه يغسل مش عارف ايه بتاع. المهم ايه نسي الدبله وراح الشغل كان قايم متاخر طلع يجري الجري بجري. فمراته داخله بقى على الايه الحوض بقى عشان برضه تغسل وشها ولا تنظف ولا بتاع لقت الايه الدبله. قامت واخداها عينها لما جه قالت له حذر فذر بقى كده مش ناقصك حاجه؟ قال لها لا ولا اي حاجه كده ولا حاجه تخطر على بالك ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. الراجل طبعا جاي من دوامه الشغل ومش عارف راسه من رجليه والكلام ده وعرق ومرق وبتاع وهي فاتحه له تحقيق ها واداته مهله يفكر كمان يعني عشان يبقى ايه قد اعذر من انذر. ها المهم فين وفين الراجل يعصر دماغه مش عارف يجيب الحجل. قالت له بقى كده يعني انا عندك هينه كده وماليش قيمه ولا انا ازاي الكلام؟ قالت له مش نسيت دي على الحوض. انا بصراحه يعني اعجبت ان عقله ما طارش وان هو جاي يكلمني وما زال عاقلا. بقى القصه دي كلها عشان ايه؟ اصل بقى ايه انت عارف بقى درج بقى الناس يوم من لما يروحوا يخطبوا بعض يكتب اسمه على دبلتها ويكتب اسمها على دبلته. وطبعا دي عادة نصرانية النصارى يتدينون بها مش قصة جاية كده لا. ولذلك دايما تلاقي هو خاطب ولا كاتب كتابه حاطط الدبلة في اليمين أول ما يدخل السجن يحطها في الشمال. ها ما هو الزواج سجن يحطها في الشمال. طب ليه بينقلها يمين وشمال يعني؟ لأن عند النصارى عقيدة تقول إن هذا الإصبع هو الإصبع الوحيد في الإيدين الاثنين اللي فيه عرق خفيف تحت الجلد. هذا